ما تاكل. اكل ايه بس؟ اكل ايه؟ ده انا نفسي تسدد، كسرت خاطري، يعني خلاص ما بقتش طايق هنا خلاص. ليه كده كفله الشر؟ ست السفيره نونه كل شويه تضربني وتهزقني. ده حتى رانيا ام عمر هي كمان بتضربني. ده انت على كده راجل هزو. ما تسكت بقى واتكلم كويس. قال لا انا كان ممكن افعصهم كده، افعصهم واقطعهم، بس انا عامل حساب لعظم التربه لعمي. الست اللي تهزق راجل ده ما يبقاش راجل، يبقى راجل هزو. يمسك الشاي خد. انا قلت عايز قهوه بعد الاكل. ده بتزعق ليه؟ عملت شاي نسيت شاي انا طول النهار. خلاص هدفعها. حاضر يلا كل علشان انا مش هروح دلوقتي، ورايا غسيل وشغل متلتل قد كده. شقيانه وطفحه الكوته. اقعد يا اخويا اقعد، خليك مقنتخ. ماشي، ربنا يعيني. الراجل اللي يسيب الست تعلي صوتها عليه ما يبقاش راجل. والست لما ما تاكل.